وجه رسالة المؤمن زكريا. والله بدعي له بالشفاء وبقول له ربنا يشفيك. لعيب كبير طبعا، سواء لما كان عندنا في الزمالك او لما راح الاهلي كان بينكد علينا كتير وكده، وفي كذا مناسبه سجل قدامنا وبتاع. بس بعيدا عن اي حاجه، هو ده برضو انسان ولاعيب، وده اكل عيشه. بعيدا عن ده هو بيلعب في النادي اللي انا منافس ليه او كده، لا ده رزقه وكده والكلام ده. فانا بدعي له ان ربنا يقومه بالسلامه يا رب، ويرجع احسن من الاول ان شاء الله، سواء بقى قدامنا معانا ايا كان، بس ربنا يقومه بالسلامه يا رب. والله احنا بنوجه له رساله ان ربنا يكرمه كده وربنا يشفيه ويعود لنا ويرجع للملاعب تاني. وبعدين هو كان في النادي الاهلي يعني بسم الله ما شاء الله، يعني كان لعيب حلو يعني، وان شاء الله باذن الله يرجع لنا تاني باذن الله، ونشوفه كمان في منتخب مصر باذن الله تعالى. بقول له يا مؤمن، خلي عندك ايمان بالله قوي جدا، وما تفقدش الثقه في نفسك، وعود تاني وان شاء الله ربنا يوفقك. يا رب يرجع بالسلامه ان شاء الله، ونشوفه في صحه احسن باذن الله. احب اقول له يا مؤمن، انت اديت كتير للاهلي، مش هننسى لك ماتشاتك الحلوه اللي لعبتها مع الاهلي، بما فيهم الماتش بتاع النجم الساحلي، انت كنت نجم المباراه ماتش 6-2. نحب نقول لك مهما كانت مشاكلك، جمهور الاهلي وراك، احنا اتعودنا كده من النادي الاهلي دايما نبقى على طول في ظهر لعيبتنا، نقدر نخليهم ان هم دفعه للامام يبقى احسن واحسن ان شاء الله، وهيرجع احسن من الاول. وهيرجع مؤمن زكريا، مؤمن كلنا بنحبك وكلنا وراك، وانا ابني اسمه مؤمن على اسمك. والله بنقول له ربنا يشفيك وترجع للملاعب في اسرع وقت، مع ان زملكاوي والموقف اللي حصل معاه، بس بتمنى له طبعا الشفاء وربنا يرجعه للملاعب تاني. بنقول له طبعا الف سلامه عليه، واحنا بنحبه وبنحب النادي الاهلي، وانا اهلاوي وبنحبه وبنحترمه وكده، والف سلامه عليه وربنا يشفيه. ربنا يشفيه ويرجع للاهلي بالسلامه، وينهي حياته الكرويه في النادي الاهلي. والله لعيب ممتاز وودى كتير في الاهلي، وربنا يشفيه يا رب ويقومه بالسلامه ويعدي من المحنه دي على خير ان شاء الله. الف سلامه عليه وربنا يوفقه ونشوفه في احسن صوره معانا في اللعب. طبعا لعيب ممتاز ومشهور وصاحب برضه لمسات فنيه داخل الملعب ان شاء الله. احب اقول لمؤمن زكريا ربنا يشفيه. طبعا مؤمن زكريا لعيب كبير وعمل كتير للاهلي وعمل كتير للانديه المصريه، ومش اصابه اللي هتعجزك ولا كلام الناس اللي هيعجزك، وانت لعيب كتير، لعيب كبير وعارف الكلام ده كويس. ان شاء الله ربنا يشفيك وترجع احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله كوتش ما عليكش لعب اي حد يحبطك، انت ليك مستقبل مع الاهلي، ليك مستقبل مع الاهلي وترجع تكمل تاني، والحراق معروف. ان شاء الله ربنا يوفقه في اللي جاي.